سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نشرة الأخبار من شيعة ويف نبدأها بأهم العنوانات. مؤسستا مصباح الحسين ونور الحسن عليهما السلام في كربلاء المقدسة تبحثان التعاون المشترك لخدمة المستفيدين من خدمتها. في اليوم الدولي لإلغاء الرق، اللاعنف العالمية تدعو لمعالجة أسباب استمرار أشكال العبودية حول العالم. وجماعة بوكو حرام الإرهابية تتبنى المجزرة التي طالت عمال مزارع في شمال شرق نيجيريا. أهلا بكم والتفصيلات. زار وفد من مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية يترأسه مدير المؤسسة سماحة الشيخ محمد مصطفى المحمدي مؤسسة نور الحسن عليه السلام الخيرية، والتقى مديرها السيد عيسى محمد حسين الحسني، وتباحث الطرفان حول آلية العمل المؤسساتية ونفعه للمجتمع وضرورة الإخلاص والتفاني لأجل ذلك، مستعرضين نشاطاتهم خلال الفترة السابقة والخطط المراد العمل عليها في المرحلة القادمة، كما أشادوا بآلية التعاون المتبعة لدى مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية، فيما اطلع الوفد على الأقسام المختلفة لمؤسسة نور الحسن عليه السلام الخيرية وآلية العمل فيها وكيفية التعامل مع المستفيدين. رصدت منظمة شيعة رايتس ووش الدولية في تقريرها لشهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي أبرز الانتهاكات الحقوقية التي لحقت بالأفراد والمجتمعات الشيعية المسلمة في العديد من بلدان العالم، حيث استعرض التقرير أبرز العمليات الإرهابية من هجمات مسلحة وتفجيرات إلى جانب أعمال قمع نظامية وتنكيل في عدد من البلدان، مشيرة إلى عدم تمكن فرق المنظمة من رصد بعض الانتهاكات المعلنة بالتعاون مع بعض الأفراد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وبعض المنظمات المدنية، مؤكدة أن الكثير من الدلالات الميدانية تشير إلى وقوع انتهاكات تعذر تأكيدها بالقرائن والشهود. انضمت منظمات حقوقية إلى الأصوات المطالبة بوقف صفقة أسلحة أمريكية لدولة الإمارات، بعدما وقعت 29 منظمة من بينها منظمات عربية على خطاب يطالب الكونغرس الأمريكي بوقف الصفقة التي تنوي إدارة الرئيس ترامب إتمامها. وعبرت المنظمات الدولية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة عن معارضتها لإتمام صفقة بيع أسلحة أمريكية للإمارات، وفسرت خطوتها بأن هذه الدولة طرف في الصراعات باليمن وليبيا. وجاء في بيان المنظمات الذي سيرسل إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية أن مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات وهي طرف بالصراعات في اليمن وليبيا من شأنها أن تزيد الضرر المستمر للواقع على المدنيين وتفاقم هذه الأزمات الإنسانية. انضم 13 نائبا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى لائحة الموقعين على مشروع قانون يدعو الرئيس الأمريكي إلى سحب القوات الأمريكية مما وصفها بالعمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن. وجاء في مقدمة المشروع الذي بات يحمل توقيع 20 نائبا من الحزبين أن المشاركة العسكرية غير المصرح بها للولايات المتحدة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ساهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم، فيما يدعو مشرعو القانون الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية من اليمن في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعتماده. تحاول الأنظمة الخليجية القمعية توظيف السباقات الرياضية في تبييض الانتهاكات وتلميع صور النظام الحقوقية،
فيما تعاني الشعوب من قمع السلطات وغياب حرية الصحافة وتصاعد عمليات الإعدام، ولا سيما في البحرين. وذكرت صحيفة فرانكفورتر جنرال الألمانية أن أحد أبطال العالم لسباق فورمولا 1 قد تسلم رسائل من ضحايا الانتهاكات الحقوقية في عدد من الدول الخليجية، مشيرة في مقالها إلى أن بطل العالم لويس هاملتون تسلم عشرات الرسائل من ضحايا الأنظمة الخليجية وأبرزها البحرين والسعودية، حيث شكت الضحايا تعرضهم لانتهاكات حقوقية على يد حكوماتهم أبرزها الاعتقال والتعذيب، مشيرين إلى أن حكوماتهم تستخدم بطولة السباق لتبييض هذه الانتهاكات. دعت منظمة اللاعنف العالمية في اليوم الدولي لإلغاء الرق لمعالجة أسباب استمرار أشكال العبودية حول العالم. وذكر بيان للمنظمة أنه في الوقت الذي يحيي المجتمع الدولي في الثاني من كانون الثاني ديسمبر اليوم الدولي لإلغاء الرق، تظهر البيانات الحقوقية أن هناك أكثر من 30 مليون شخص حول العالم يعانون من نوع من أنواع الرق والعبودية، مضيفة أن الملايين من الأفراد يخضعون لوجوه من أوجه العبودية، كما هو الحال مع من يعانون من استبداد وقهر السلطات لهم في الدول الدكتاتورية، أو التجنيد الإجباري والزج في المعارك والحروب في مناطق النزاعات في أفريقيا وبعض الدول وخارجها، إلى جانب أعمال السخرية والإكراه الأخرى، موضحة أنه على الرغم من تجريم القوانين الدولية لظاهرة الرق وتحريمها دوليا، إلا أن مواطن الضعف في بعض المناطق التي تخرق أنفاذ القوانين تعد هاجسا يؤرق دعاة الحرية ويعود بالألم والمعاناة لمن يخضع مجبرا لتلك الظاهرة، الأمر الذي يوجب على الدول المتقدمة رفع مستوى الجهود لمواجهة منتهكي القانون. عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين قمة عالمية استثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا. وأوضح المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بريندن فارما في مؤتمر صحفي أن الجلستين الاستثنائيتين للجمعية العامة بشأن كورونا تعقدان الخميس والجمعة، وسيكون لدينا 141 متحدثا مسجلا، بينهم 53 رئيس دولة و39 رئيس حكومة وأربعة نواب لرئيس وزراء و38 وزيرا. وقال فارما: نستهدف جميع البلدان معا جنبا إلى جنب مع مجموعات مثل الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومطوري اللقاحات لتقديم الموقف ومعرفة ما وصلنا إليه. الخبر الأخير: أعلنت جماعة بوكو حرام الإرهابية مسؤوليتها عن مجزرة طالت عمال مزارع في شمال شرق نيجيريا، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 76 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن الجثث بعد أن هاجم مسلحون على دراجات نارية منطقة خارج مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، ما أدى إلى مقتل عشرات العمال في حقول الأرز بالقرب من قرية زابراماري. نهاية النشرة، تذكير بأهم العنوانات. مؤسستا مصباح الحسين ونور الحسن عليهما السلام في كربلاء تبحثان التعاون المشترك لخدمة المستفيدين من خدمتها. في اليوم الدولي لإلغاء الرق، اللاعنف العالمية تدعو لمعالجة أسباب استمرار أشكال العبودية حول العالم. جماعة بوكو حرام الإرهابية تتبنى المجزرة التي طالت عمال مزارع في شمال شرق نيجيريا. ختام النشرة، شكرا لكرم المتابعة، اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.